السلام عليكم خاوتي، ان شاء الله راكم بخير. حبينا ندير لكم الفيديو هذايا باسكو كاين جديد على البروغرام تاع مانيتوبا. الناس اللي ما تعرفش البروغرام تاع مانيتوبا، رانا ان شاء الله نجو ونديرو منشور وين نشرحو فيه لي ديتاي كونسيرنو لو بروغرام تاع مانيتوبا. دونك في 2018 هذايا راح نكونو امور جدد في مقاطعه مانيتوبا، وهذا بعد ما قررت الحكومه، حكومه المقاطعه المعنيه، باللي تحط سكون ابل اون ليست، اون ليست سبيسيفي دي ميتي اللي راهي تسحقهم. هذه من جهه. من جهه اخرى عندنا البروغرام المينيستير دو ليميغراسيون تاع السيرفيس دو ليميغراسيون، ما عندهمش مينيستير، عندهم سيرفيس، سيرفيس دو ليميغراسيون تاع مانيتوبا. دونك قرر باش يزيد تاني يدير سكون ابل لو بروغرام بروفينشال نوميني بروغرام لي مانيتوبا ما كانش عندها، كانت المقاطعه الوحيده اللي ما عندهاش برنامج كيما هذايا. بالاضافه الى بروفينشال نوميني بروغرام، المقاطعة نفسها راح تزيد برنامج آخر اللي هو أقل، يعني يتطلب أقل معدل نقاط وأقل يعني متطلبات أقل من الـ PNP اللي هو هيومن كابيتالز، واللي دي يعتمد على لو كابيتال هيومان ولا النقاط فيما يخص كل ما يتعلق في الـ في الـ في الـ في الدوسي تاع اللي راح يحط الدوسي تاعو عن طريق المانيتوبا. هاد لي دو بروغرام يطلبوا واحد الشرط الاساسي بيان سور، هو لازم يكون عندكم بروفيل في لونتري اكسبريس، سا سي نون نيغوسيابل. يقعد البرنامج الثالث اللي هو البرنامج بريجيت ليجير. انكور اون فوا اللي ما يعرفوش البرنامج هذا، راح نحطوه نديرو منشور اختصاص خصيصا للشي هذايا، ونحطوه ونشرحوه بيان كوم يلفو من الاخر تاع الشهر، خاطر بور لو مومون ما عندناش لي دات. دونك سا سيرا ريان باش نحطو عفسه وهي راهي مغلقه. بصح كيما عودنا البروغرام تاع وورلد تريد سنتر اللي هو تهتم به بريجيت ليجير، باللي شاك فان ديسمبر ديبي جونفي يفتح البروغرام تاعو. وشنو اعتقد انا في نظري، انه بما ان القرار تاع السيرفيس تاع ليميغراسيون تاع يعني خدمات الهجره لمقاطعه مانيتوبا قرر باش يحط اون ليست سبيسيفي تاع لي ميتي اللي راهم اون دوموند اون كولابوراسيون مع لي زومبلوايور اي لو ميني لو سيرفيس دو ترافاي سما في لا بروفينس تاع مانيتوبا. جو بونس انا لو بروغرام تاع بريجيت ليجير تاني راح يولي تاني فيه على حساب على حساب المهنه المطلوبه في المانيتوبا. طبعا المهن اللي طالبهم اللي طالبتهم لا بروفينس هي، عفوا، هي مهن مخصصه ومحدده. يعني باش الناس تفهم، ماشي كاع الناس راح تكون معنيه بالبروغرام هذايا. دونك هذه جو بونس فور بوسيبل، ماشي فور بوسيبل، مي 99% بريجيت ليجير راح تتبع القرار، خاطر القرار هذايا هو قرار البرلمان، تسمى البرلمان المقطعه اللي قرر بهذا القرار هذا. وراح نحطوا الروابط الرسميه تاع السيرفيس تاع ليميغراسيون تاع مانيتوبا وين تقدروا تطلعوا عليه. للاسف متوفر غير بالانجليزيه، دونك اللي ما يعرفش بالانجليزيه ما يقدرش يطالع الاخبار هذوما ولا ما يقدرش يفهمهم. فيما يخص اللغات، شيء جديد اللي حطوه هو يعني زادوا بوينتاج بالنسبه للغه الفرنسيه، اللي راح يساعد الناس اللي ماهيش متمكنه بيان كوم يلفو في اللغه الانجليزيه. اونكور اون فوا
باش نبسط باش نختصروا كاع واش هضرنا، قلنا باللي المقاطعه تاع المانيتوبا تما راح يولي عندها 3 بروغرام، يولي عندها بروغرام تاع بريجيت ليجير، يولي عندها بروغرام تاع بروفانشال نوميني بروغرام اللي هو مانيتوبا بروفانشال نوميني بروغرام، ولا يسمى اختصارا بالام بي ان بي، اللي هو يتعلق بالاختصاصات عالية الطالب، واللي بصفتها تتسرع الإجراءات بالنسبة لواحد اللي حب يجي هنا لكندا. والبرنامج الثالث اللي هو مانيتوبا، تسمى البروغرام تاع المانيتوبا بالنسبة لهيومن كابيتالز، اللي هو يتطلب أقل شروط من لي دو بروغرام الأولانيين. وطبعا الشروط هادوما يكونوا بوكو بلوس مبازيين على دي فاكتور اومان كو دي فاكتور دو ليكسبيريونس اكسيتيرا. دونك حتى هادوما يكون عندهم تاني ليست سبيسيفي بالنسبة للمهن المطلوبة. وبالنسبة للهيومن كابيتالز والبي ان بي، يلزم شرط ضروري انك يكون عندك بروفيل فرونتري اكسبريس. بالنسبة لبريجيت ليجير، هو نقدر نقول برنامج فرانكوفوني محض، لكن كما قلت راح يكون ضمن مهن مخصصة ومطلوبة من طرف الحكومة المانيتوبا. دونك هاي لك اختصارا خاوتي، انا راني في الخدمه باش نعاود نولي، خلاص لي لابوس تاعي مالوريزمون، مي جوست حبيت نعطي لكم المعلومه هذه بيسك تحطت على السيت اوفيسيال، بو عندها يومين وهي الدور هكذايا في لي سيت هكذايا نو اوفيسيال ولي فوريوم، مي كي تحطت على السيت اوفيسيال البارح، دونك حبينا نجيبوها لايف. ورايحين كيما قلت راح نديروا منشور يشرح كل شيء بالديتاي، جوست صبر. وبالنسبة للناس اللي ما تعرفش لي بروغرام، رانا الحين نشرحوهم في المناشير اللي راهم جايين. اونكور اون فوا، البرنامج تاع بريجيت ليجير سا سير اريان باش نحطوه الان، وهو برنامج فرانكوفوني، نهار يفتح رانا نحطوه ونشرحوه في منشور تاني خاص بهاد 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 البرنامج. Just keep in mind كما يقول لك لي زونغلي، باللي راح يكون بالنسبه في كل بروغرام راح يكون مهن معينه تحتاجهم مقاطعه مانيتوبا. دونك هاي ليك فوالا خاوتي، ان شاء الله نلقاكم بخير وتهلاو في رواحتكم، والى الملتقى. سلام.